راح ننظر فيها بشكل عام على الحياة المهنية والعملية العاطفية الصحية. إذا في أي أمور قانونية أنت بانتظارها راح نشوف شنو الرسائل اللي تطلع عشانك. وأيضا هاي القراءة راح تكون حق الشمس الطالع والقمري. دائما الشمس هو الأولى، إلا إذا ما انطبق عليك توجه نحو الطالع والقمري. هذا قراءة عامة ما راح تنطبق على الكل، اللي تنطبق عليه ممتاز خذ منها النصيحة، اللي ما تنطبق عليه رجاء شوف فيديوهات ثانية يمكن تناسبك أكثر من هذه القراءة. نقول بسم الله ونبتدي. شنو الرسالة لبرج الدلو في الحياة المهنية والعملية؟ عندنا كرت التمبرنس التعادل. برج الدلو أشوفك قاعد تحاول تجمع بين شيئين، توازن بين شيئين في الفترة القادمة، احتمال العمل والحياة الأسرية. احتمال أيضا بين عملك الخاص والوظيفة، أو أنت في وظيفة تريد بشكل تدريجي أو تكتيكي تنتقل إلى الأعمال الحرة، تنتقل إلى مرحلة الرخاء. تعرف أن حاليا في الفترة القادمة راح يتطلب منك توازن شيئين، ممكن يكون داخل البيت وخارج البيت، وظيفتين، تجارتين، فكرتين عندك لازم توازنهم وتوازنهم باعتدال. عندك كرت برج القوس، اوكي، عشان تحصل على 10 الخماسيات. كل اللي في بالك اشوف ان انت تتوقع مبلغ مالي كبير تتمناه في المستقبل ان تحصل عليه، وسيأتيك فقط اذا قدرت انك توازن بين هذين الشيئين. كرت برج الجوزاء العاشقين ايضا التوازن. يقول لك هني المسألة ليست مسألة اختيار، لأن عندنا 2، ليست مسألة اختيار وإنما مسألة أن توازن بين الشيئين. ما تنسحب ولا يقع من يدك لا الكوب الأول ولا الكوب الثاني. الخيارات كلها اللي موجودة حاليا في حياتك المفروض أن تحافظ عليها، تحافظ على علاقتك مع الشريك. احتمال ان بعضكم يكون ما يقدر يوازن ما بين علاقته الخاصة بالشريك، الاهتمام اللي يعطيه حبيبة، وايضا ابداعه في العمل، انجازه في العمل. هذا مطلوب منكم جدا في الفترة القادمة ان تحافظون عليه. عطوا الموضوع افضل ما عندكم من طاقة، لان عندكم كارت السعادة الكاملة، انتوا في الطريق الصحيح، اوكي. وهذه مو مرحلة اختيار، انتوا حين في مرحلة موازنة الأشياء عندكم في حياتكم. ولكن أيضا المطلوب منكم أن تخبون عن الناس اللي صاير. مو كل شيء لازم نشاركه مع الناس. لما نبتدي ننجح في مشروع لازم الناس كلهم يدرون، الأهل كلهم يدرون، لازم يعرفون بالضبط إيش كثر إحنا ندخل، إيش كثر إحنا نصرف. في الفترة القادمة مهم إنه يكون عندك كرت أو طاقة التخبية، مداراة الأمور. مو كل شيء لازم يكون واضح للناس. هني يقول لك الناس مو لازم يعرفون عنك تفاصيلك. احتمال انت بالعادة يعني برج الدلو من الابراج اللي اذا يؤمن بشيء يسوي. احتمال ان تؤمن ان يجب على اكثر خياراتك ان تكون واضحة وتكون امام الملأ، تكون صادق وصريح بشأن من انت، ماذا تريد ان تحققه. ولكن في الفترة القادمة يا برج الدلو حاول أن تداري، أوكي؟ حاول أن مثل ما يقولون استعينوا على أموركم الكتمان. لا تخلي لا تفرش حياتك أمام الملأ. راح نشوف إذا في أي رسائل عاطفية للأسابيع القادمة. عندكم كرت الزاهد. الزاهد اللي يبحث عن النجمة. النجمة هم أنتوا يا برج الدلو. برج الدلو هو كرت النجمة، أوكي. عندنا الزاهد هو يبحث عن النجمة ولكنه يحصل على الخماس الصغير. أحسك يا برج الدلو دائما وأبدا لا تحصل على توقعاتك، تبحث عن شيء تحصل شيء ثاني، خصوصا في الحياة العاطفية. الشريك اللي في بالك ما قاعد تحصله، ما قاعد تلاقيه، وإذا تعتقد أنك لقيته ما يكون حسب توقعاتك، لا يناسب
ويرقى لمستوى توقعاتك. من أجل ذلك النصيحة لك أن تتمسك بمعتقداتك، تتمسك بحلمك. هنا لا تنسى الزاهد يبحث عن النجمة، لا يوم من الأيام تفقد الأمل وتقول أوكي يمكن النجمة مو موجودة، يمكن العلاقة اللي في بالي مع الشريك اللي في بالي يكون مو موجود، لذلك أنا سأتخلى عن البحث عن النجمة وسأرضى بأي حد موجود. لا ترضى بأنصاف الحلول لأن عندك كرت الإمبراطور. أوكي، وآخر رسالة بالضبط، لأن ليس كل ما يلمع ذهبا. برج الدلو، عليك أن تؤمن بهاي الاعتقاد أن ليس كل ما يلمع ذهبا. الكثير من الأشخاص راح يدخلون ويخرجون من حياتك، ومو كلهم يدخلون من أجل البقاء، من أجل أن يبقون معاك ويبنون حياة. الناس يدخلون حياتنا من أجل سبب، يعطونك درس أو موسم فترة معينة ويرحلون، أو من أجل البقاء في حياتك طول العمر، مثل الأهل، مثل الوالدين، مثل الشريك اللي أنت في بالك. هنا يقول لك لا تتنازل عن معاييرك، عن الحب اللي أنت تبيه لنفسك، عن طريقة التواصل بينك وبين الشريك. هنا أنت في بالك شيء معين، نوع معين من الحب، مو حب أي كلام، مو حب اليوم يبتدي وبكرة ينتهي. اللي قاعد تحصله في طريقك هو هاي النوع من الحب. الناس اللي غير ثابتين، غير جادين، حبونك اليوم بعد كم يوم يتغيرون عليك. خليك جاد مع نفسك ولا تتنازل، وعرف ان كل الخيارات، مو كل واحد هو يأتي ويعرض نفسه عليك معناته ان نيته صافية، معناته انه هو النجمة. ابدا، عنده الخماس الصغير. اكثر الاشخاص في الفترة القادمة راح يدخلون حياتك ما راح يستطيعون يقدمون لك اللي انت تتمناه، فلا تحس انك مخربط، ولا تحقد عليهم، ولا حتى تلوم نفسك. اؤمن ان كل شيء لسببه. اذا ما كان هذا هو الشخص المناسب، المستقبل اللي تبيه ما قاعد يمشي معاه، اوكي، ما في بوادر انه قاعد يمشي. هني يقولك لمتى راح تنتظر؟ ركز، ركز مو على الاشخاص اللي موجودين في حياتك الحين وما قاعدين يعطونك العلاقة اللي تبيها، ركز على المستقبل. اشوف هني الامبراطور ينظر إلى الأعلى، وفي باله كرت العاشقين، حط في باله، حط أمام عينه اليوم اللي سيلاقي فيه محبوب يكون وفي ومخلص له، يكون العطاء والأخذ متساوي بينهم، أثنينهم لا يريدون وأبدا لن ينفصلون أو يتنازلون عن بعضهم. خلف عينك هذا الجانب. أوكي، رح ننظر إذا في أي رسائل ثانية على الصعيد الصحي أو القانوني لبرج الدلو. كرت الموت، أنت مستعد أن تبدأ رحلة جديدة على الصعيد الصحي. رمضان قادم يا برج الدلو. احتمال أنك صار لك فترة تفكر في الرجيم، في تغيير طريقة تغذيتك. ما أشوفك تشكو من أي أمراض مزمنة أو أي أشياء خطيرة في الفترة الحالية، الحمد لله، ولكن تعرف أن هاي النوع من التغييرات، أن الشخص بين يوم وليلة احتمال أنه يكتشف أنه عنده ضغط مرتفع، أنه عنده كوليسترول، أنه عنده سكر مرتفع. فأنت جدا أشوفك في الفترة القادمة احتمال أنك تحاول تأجل الموضوع بعد رمضان، أنت تبتدي في فعلا التغييرات الحقيقية تجلب لنفسك. واحتمال أنك راح تستغل رمضان من أجل أن أيضا تعدل طريقة التغذية، ولكن من المستبعد. عندك قلق في نفس الوقت، عندك قلق مش من الأمراض نفسها، عندك قلق أن يأتي العيد وأنت لم تتغير. ما أدري ليش دائما أنت تبحث عن نيولك في العيد، تجدد في شكلك، ولكن تخاف أن لأن رمضان قادم والعيد بعد رمضان، من الصعب
عندك قلق أنه من الصعب تغير طريقة تغذيتك في هاي الفترة المحدودة، لأن التغييرات المطلوبة منك كبيرة. أوكي، هني يقول لك لا تصارع نفسك، خلي الأمور مرتاحة، لا تقعد تفكر كثيرا في الموضوع. يأتي العيد وأنا لحد الآن لم أخسر الوزن، لم كذا لم كذا لم كذا. لا تنسى أن أنت طول السنة عندك وقت، لماذا تحدد لنفسك فقط في رمضان أو بعد العيد أو أثناء العيد أن أنت تريد أن تظهر بشكل معين؟ هني يقول لك ريح نفسك، لا تدخل في صراع مع نفسك في الفترة القادمة بخصوص شكلك، بخصوص وزنك، بخصوص أنا لحد الآن ما أنجزت شيء من الأشياء اللي أبيهم في حياتي. أوكي، القلق والتوتر والصراع الداخلي هو اللي احتمال يأثر على مؤشراتك الحيوية أكثر من التغذية نفسها. الصعيد القانوني، عندك السيف الأول، ظهر الحق وزهق الباطل. إذا عندك محكمة أو جلسة استماع شيء في مركز الشرطة في الفترة القادمة، راح يظهر الحق وإن كان لفترة ما أشوفه، لأن عندنا السيف، شوف، وإن كان لفترة ما الحقيقة مخبأة، لأن عندنا كارت القيامة كانت مخبأة الحقيقة، كان الموضوع مو واضح، أنت الغلطان، أنت اللي معاك حق ولا لا. ولكن في الفترة القادمة مو شرط حتى الموضوع قانوني، ممكن يكون موضوع اختلاف بينك وبين الشريك وأهل الشريك، موضوع فيه اتهام بينك وبين الناس، سواء وصل للجهات الرسمية أو لم يصل. أوكي؟ وسترجح الكفة لمصلحتك أنت، راح كلهم يعرفون ويتعظون أن أنت اللي كنت على حق، أن الشخص الثاني هو الباطل، هو المكار، هو الاستغلالي. هنا يقول لك واجه الموضوع بشجاعة. عندما يأتيك، أشوف أنه راح يأتيك اتصال، أول اتصال يأتيك بخصوص أن أحضر معنا يا برج الدلو إلى مناسبة معينة فيها الأشخاص اللي اختلفت معاهم. إذا وصل الموضوع إلى الشرطة أو المحكمة راح يتصلون فيك، تعال أحضر معنا يا برج الدلو إلى كذا كذا، مطلوب حضورك، في أحد مشتكي عليك، عندك اختلاف مع أحد. أوكي، سواء في شرطة في محكمة، مطلوب منك اجتماع، راح تجتمع مع ناس أنت كنت مختلف معهم. أوكي، ولكن تأكد أن بكل أريحية سيف الحق سيظهر، أن أنت غير غلطان، أن الحق معك. أوكي، وسيظهر الحكم من أجلك. احتمال الموضوع كان موقف لفترة طويلة بسبب طول الإجراءات وتأخر وقت الإجراءات، ولكن في النهاية السيف موجود، سيقطع الوقت، سيقطع الحقيقة. كن قويا وواجه، لما يأتيك الاتصال لا تخاف، هذه هي النصيحة عزيزي برج الدلو. أوكي، لا تفزع، ودائما اعتبر نفسك أن أنت اللي على حق، لأن أشوفك هني فعلا أنت اللي على حق، الأشخاص الثانيين هم اللي ظلموك، هم اللي تبلوا عليك. أوكي، راح أشوف النصيحة الأخيرة لبرج الدلو. عندنا rest and relaxation is essential. الراحة والاسترخاء جدا مهم لك في الفترة القادمة، خصوصا على الصعيد القانوني والمهني. لا تنسى ان على الصعيد المهني كان عندك امرين لازم توازنهم، تحافظ عليهم اثنينهم بدون ان ينكبوا من يدك او يقعوا من يدك، توازن. اوكي، وايضا على الصعيد القانوني او الاجتماعي راح تدخل أو يظهر الحق في موضوع أنت كنت مختلف فيه مع أشخاص. لما أنت ترتاح، لما أنت تكون نايم زين مسترخي، أوكي، لما تكون في فترة داير بالك على حالك من جميع النواحي، عندما يأتيك أي موضوع ثاني هني يسترعي انتباهك أو اهتمامك، ما راح تشعر بالقلق وما راح تحس بالجزع. هذه الرسالة هي أن تثبت نفسك داخلياً. يقول لك we all have fundamental need to take a break. كلنا عندنا حاجة أساسية إلى أن نأخذ راحة. أعرف متى تأخذ راحة،
من المسؤوليات الكثيرة التي تنتظرك في الفترة القادمة، بما أن عندك شيئين تحاول توازنهم، وأيضا من المواضيع اللي أنت بانتظار أن يخرج الحكم فيها.